اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف الجنة، جنة الخلد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ونسألك حبك، وحب من يحبك، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا مما نحب، فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب، فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نسألك سعادة الأبد، اللهم أسعدنا سعادة الأبد، وأصلح لنا الأهل والزوج والولد. اللهم أصلح لنا الأهل والزوج والولد. اللهم أصلح لنا الأهل والزوج والولد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا، أو نغشى فجورا، أو نطغى غرورا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا، وشر أبصارنا، وشر ألسنتنا، وشر قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، وعضال الداء، وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا ربنا، يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، يا خالقنا، يا مولانا، يا ربنا، يا إلهنا، ويا سيدنا. نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تنجينا من النار.
اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم حرمنا على النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم اكتب لنا براءة من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. يا عزيز يا غفار، اللهم نجنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا ومشايخنا وعلماءنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. يا عزيز يا غفور، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج همنا، فرج همنا ونفس كربنا، ونفس كربنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين، وعدوان المعتدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وبغي الباغين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها، ووفق ولاة أمورها وقادتها لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم عليك بمن اعتدى على المسلمين، اللهم عليك بمن اعتدى على المسلمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم ودمرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ جدودنا، اللهم احفظ حدودنا، واحفظ جنودنا، واحفظ رجال أمننا، واحفظ رجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.